سعود اقول لك شيء من الحين ها، قول حق ربعك وحق ربعي لا احد ينزل شيء قوي، تكبيس راح نفوز عليهم ترى والله العظيم اضعف اثنين لعبت. اقول لك شيء، اقول لك شيء من عيون الثنتين بس شوف. اي والله لو يتقدم الخط عندهم والله العظيم ما حد يلوم نفسه. علمتك يا ضعيف انتوا يا جاهزين ملاحي ملاحي اللي اسمك مكس تكلمني خلي عبسي هو يكلمني. طيب اسمع 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 يا الله فنان في الردود عليك احب عبسي لما يعصب احسه حقيقي. شي عبسي عبسي ابيك عبسي عبسي احترق 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 عبسي احترق ردود 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 قويه ردود قويه. بس حط ببالك اذا فازوا علينا ورب الكعبه انه ما راح يسكتون. اوكي اقول لك شيء اذا فازوا علينا انا ممكن اقدم اعتذاري. جولة ولا جولتين؟ ليش ما في ليش ما في احترام بالقسط؟ والله ما في احترام لا والله. هاي سعود اللي قال لك يا صندل انا ولا ملاحي؟ انتوا الاثنين انت انت شبك مايك خويك خل خويك يكلمني اذا بغيت شيء لا تكلمني انت. اوه قوية ايش؟ ايش ايش؟ قوية قوية ضحكت ايش؟ ترى ضحكتك زي مين؟ ولا وصلتك؟ وصلتك صح سعود؟ لا ما خلاص ما دام وصلتك لا وصلك لا انا متاكد 100% انها وصلتك. واو يا كنق الردود الحين تلعبون ولا تتهاوشون؟ لا لا انا ما شغلت العب مع سعود هم يبون مشكله. مصممين جيبوه 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 يعني بس حرام يعني قل ما فيها يا سعود سلم يعني ما لك شيء يا حبيبي أرينا. البرنامج هذا دخلنا معهم قبل نمزح نستهبل اما نظام كل شوي واحد يزعل ما يزعل الا المره. انا ما عندي نظام الخرابيط هذه معليش. وش انا قايل كل شوي واحد يزعل كل شوي واحد يفصل كل شوي واحد مدري وين والله اللي يزعل. صلى 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 النبي صلى النبي صلى النبي خندق عليه الله العظيم. خنجيبو 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 انا برن عليه انا برن عليه بالله. تلفوني بالسياره يقول ترى مساء. تعال يا حبيبي تعال تعال اسمع اسمع ماشي ماشي يا ملاحي.